أهلا بكم. أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وقادة أمنيين آخرين بناء على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية عام 2013. اعتبرها المركز السوري سابقة مهمة وخطيرة وتنصف الضحايا. الحكومة السورية تجاهلت هذه المذكرة، لكن ما الذي يمكن أن تغيره على أرض الواقع؟ هل هي ملزمة؟ هل سيتبعها تعميم عن طريق الانتربول؟ هل يمكن محاسبة رئيس وهو ما زال على رأس السلطة؟ ما الذي غيرته مذكرة الاعتقال من المحكمة العدل الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى تغيره مذكرة التوقيف الفرنسية بحق بشار الأسد؟ هذا هو محور حلقة الليلة من استوديو الآن. ينضم إلينا من باريس المحامي مازن درويش، أمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ولديه علاقة بهذا الملف ومتابع له. أهلا بك أستاذ مازن، وأبدأ أسأل في البداية عن أنه كيف جمعتم هكذا معلومات، لأنه بالتأكيد كما تابعنا تبعات القضية والمعلومات التي كانت متوافرة عنها أنه كانت هناك أدلة قدمتموها إلى المحكمة الفرنسية، من أين أتيتم بهذه المعلومات على الرغم من النفي المتكرر من قبل الحكومة السورية والأجهزة الأمنية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية؟ تحياتي لكل السادة المشاهدين. حقيقة المعلومات والأدلة القضائية تم جمعها من مكان وقوع الجريمة. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالعام 2013 كان عنده مكتب بدوما، وكانت بتديره زميلتنا رزان زيتوني ومجموعة من الحقوقيين بتوثيق الانتهاكات. استجابوا فورا للضربة وقاموا بتوثيق الانتهاكات الوقائع. في 500 دليل تم تجميعه من مكان وقوع الجريمة، بالإضافة لهذا العمل الميداني اللي تم بهذاك الوقت. أيضا في مجموعة من الأطباء والضحايا اللي هن جزء من رابط الضحايا استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا كانوا أيضا موجودين في المكان. هناك أيضا تقارير طبية، الاستجابة الأولية للمستشفيات، ومجموعة واسعة من الأطباء والضحايا أيضا اللي انضموا لهذه القضية. بالإضافة لهذه المعلومات هناك أيضا يعني عمل تم له علاقة بآلية إصدار القرار داخل الجيش السوري، آلية الارتباط بين مكتب الرئاسة وبين الوحدات المقاتلة اللي استخدمت هذه الصواريخ، وأيضا مركز البحوث العلمية اللي هو بيقوم بإنتاج ودمج السلائف الكيماوية لحتى تتحول لسلاح. عم نحكي عن غاز السارين تحديدا، سلسلة القيادات والرتب، مجموعة واسعة من التحقيقات الجنائية أيضا يعني قامت فيها قضاة التحقيق نفسهم. هناك أيضا مجموعة واسعة من يعني الأدلة اللي تم تجميعها. نحن نتذكر بهذاك الوقت كان في لجنة أممية خاصة مرتبطة كانت موجودة بسوريا بضربة خان العسل بهذاك الوقت، وهذه اللجنة دخلت إلى مسرح الجريمة بهذاك الوقت وجمعت عينات، وأيضا التقت بالمستشفيات والمراكز الطبية مع المرضى والمصابين أو حتى اللي فقدوا حياتهم. طيب متى بدأتم بالتحرك على هذا الملف؟ يعني القضية هي تعود لعام 2013، بتلك الفترة أثناء الفوضى والصراع الداخلي قلتم أنه تم استخدام هذه المواد الكيميائية على الغوطة بعد 10 سنوات، لكن السؤال أنه متى بدأتم بالتحرك وقدمتم هذه الأوراق والأدلة للقضاء الفرنسي حتى وأنت قلت أنه استجاب بسرعة؟
يعني حقيقة التحرك حول يعني قضية استخدام الولاية القضائية العالمية أو الآليات المحلية بالمحاسبة في سوريا تمت مباشرة بعد يعني أكثر من مرة تم استخدام الفيتو وتم إعاقة إحالة ملف الانتهاكات اللي ارتكبت في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية. تحديدا خلينا نقول بال 2016 بدأ فريق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من خلال يعني دمج مشروعين أساسيين في مشروع توثيق الانتهاكات وإنشاء مشروع جديد، المشروع التقاضي الاستراتيجي، بالتركيز على 3 ملفات أساسية. الملف الاستخدام الأسلحة الكيماوية كان واحد منها، بالإضافة لملف استهداف المنشآت المدنية وأيضا القتل والتعذيب خارج إطار القانون. ملف الاستخدام الأسلحة الكيماوية يعني بدأ العمل فيه كما قلت عمليا من وقت وقوع الضربة، لكن في يعني كثير من العوامل. بعدها بأشهر أيضا تم خطف اقتحام مكتب مركز توثيق الانتهاكات بدوما وخطف المحامي رزان زيتوني والفريق العامل. أيضا قبلها بفترة كان تم اعتقال كادر ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. بالنهاية بدأ هذا العمل ياخذ شكل خليني أقول قانوني قضائي بالعام 2016. لاحقا تم تقديم هذا الملف من قبل المركز، لكن أيضا نحن بحاجة نشير أنه هناك دور محوري لإحدى الضحايا السوريات، عائلة سورية تحمل الجنسية الفرنسية كانت موجودة وقت الضربة وتأثرت بهذه الضربة وهي تحمل الجنسية الفرنسية. هذا اللي فتح المجال القانوني حتى أن يكون هناك اختصاص للقضاء الفرنسي في هذا الموضوع. طيب. مع وجود الضحية وقبولها المشاركة بدأ فعلا قبل 3 سنوات بدأ المسار القانوني القضائي بهذا طيب. الخصوص. طيب أنت قبل أن تكون مدافع عن حقوق الإنسان أستاذ مازن أنت محامي، فأود أن تشرح لي ماذا تعني مذكرة اعتقال دولية لكنها مقدمة عن طريق القضاء الفرنسي، ماذا تعني ذلك أو ماذا تعني هذه الجملة قانونيا؟ صحيح، المذكرة هي صادرة عن سلطة قضائية محلية عن السلطة القضائية الفرنسية، ولكن بسبب عدم وجود المشتبه فيهم على الأراضي الفرنسية فهي تحمل صفة الدولية لأنهم غير موجودين على الأراضي الفرنسية، فبالتالي هي مذكرة محلية ذات صفة دولية. هذه المذكرة تعني أن هناك ما يكفي من القرائن والأدلة التي تدين الأشخاص التي صدرت بحقهم هذه المذكرة، سواء الرئيس السوري بشار الأسد أو ماهر الأسد أو حتى الضابطان الآخرين. هذه المذكرة تعني أن قضاة التحقيق لديهم قناعة قانونية من خلال الأدلة من خلال الوقائع أن الرئيس السوري متورط بشكل مباشر بإصدار القرار، وأن هذا القرار بتنفيذ هذه الضربة باستخدام غاز السارين لم يكن من الممكن أن يكون دون معرفته وإرادته ودون أوامره المباشرة بهذا الأمر. هذا أيضا يعني مسألة بغاية الأهمية. نحن اليوم عم نحكي عن مذكرة تصدر عن قضاء مستقل بالمعاني المهنية وبكل الأدوات اللي يعني حتى العلمية منها اللي بتسمح له أنه يكون مجموعة من الأدلة بهذا الخصوص. هذا يعني خليني أقول الإشارة الأولى اللي تصدر عن هذه المذكرة. الإشارة الثانية أيضا أنه يعني بهذا النوع من الجرائم عندما نتحدث عن جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، من غير الممكن الاعتداد إلى الحصانة التي يمتلكها رئيس الجمهورية. هذه النقطة أيضا المذكرة تطرحها تضعها على أرض الواقع من خلال تسمية الرئيس السوري بشار الأسد. طيب. بهذا الخصوص، وهذا أمر يعني هو أنتم قلتم أنه هي سابقة مهمة وخطيرة وتنصف الضحايا، لكن أنا سؤالي أنه لماذا هي ملزمة؟ ما هي صادرة من القضاء الفرنسي المحلي حتى وإن لم يكن بشار الأسد أو أي شخصية أخرى ذكرت بهذه الدعاوى غير موجودة على الأراضي الفرنسية، لكن بالنهاية هي مذكرة محلية
ذات طابع محلي. إذا لماذا هي يعني إذا سافر بشار الأسد مثلا إلى خارج سوريا إلى أي دولة أخرى يتم اعتقاله مثلا؟ هذا الأمر يعني شكرا لطرح السؤال، لأنه ممكن يكون سقف التوقعات عالي بهذا الخصوص. هذه المذكرة يفترض أن يتم إحالتها إلى الانتربول الدولي. الانتربول الدولي نحن نعرف أنه يعني هناك سوابق بعدم امتثاله لهذا النوع من المذكرات، وهناك لديه يعني رؤية قانونية مختلفة حول رؤساء الجمهورية عندما يكونوا على رأس عملهم بهذا الخصوص. لذلك يعني بعد إحالة هذه المذكرة للانتربول الدولي، الدولة المعنية وهي هون الجمهورية العربية السورية لديها 30 يوم للرد. وسلفا في نقول لك أنه يعني لا أعتقد، أتمنى أن أكون مخطئ، لكن لا أعتقد أن الانتربول الدولي سيفعل هذه المذكرة. لكن أيضا هناك أجهزة قضائية وأجهزة شرطة دولية أخرى، فينا نتحدث عن اليوروبول، عن الشرطة الأوروبية، واللي هي بتضم كافة الدول المنضوية بهذه الاتفاقية، وهي أوسع حتى من دول شنغن أو الاتحاد الأوروبي. هذه المذكرة عندما يتم تحويلها إلى اليوروبول سيتم تفعيلها. هناك أيضا مجموعة واسعة من الدول التي بينها وبين الجمهورية الفرنسية اتفاقيات هو تسليم. هذا السؤال إذا تسمح لي أستاذ مازن، مثلا إذا كانت فرنسا موقعة لاتفاقية قانونية أو قضائية، أو هناك تعاون قضائي وقانوني متبادل بين فرنسا وأي دولة أخرى، هل إذا دخل لها أي شخص من الأشخاص المذكورين بهذه الدعوة بشار الأسد أو ماهر أو غيره، هم بحكم القانون والقضاء سيتم تنفيذ هذه المذكرة بحقهم؟ يعني بهذا المعنى قانونيا وقضائيا نعم يجب تنفيذ هذه المذكرة. إذا كان هناك اتفاقيات بين الجمهورية الفرنسية والدولة الأخرى حول تسليم المجرمين فيجب أن تنفذ. إلى أي مدى ستلتزم الدول بهذا القرار؟ هذا الأمر سيحتاج حقيقة يعني وقت وليس طويل، عم نتحدث عن أيام وربما أسابيع حتى تأخذ هذه المذكرات الإجراءات القانونية اللازمة للتعميم ولتبادلها مع الدول الأخرى. طيب سنكمل الحديث معك أستاذ مازن حول هذا الموضوع، لكن من زوايا أخرى بعد هذا الفاصل. مشاهدينا انتظرونا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. ضمن فقرة الرأي رأيكم سألنا المتابعين على منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد، هل تتوقع أن تردعه عن ارتكاب المزيد من الجرائم في سوريا؟ بنسبة 83% قالوا لا، وبنسبة 17% قالوا نعم. أستاذ مازن، مع أي رأي تذهب؟ ألا ترى أن هذه تسبب المزيد من الضغوطات على الحكومة السورية وعلى الأجهزة الأمنية في داخل سوريا؟ يعني بدون شك يعني بهذا الخصوص يعني الموضوع أعقد من نعم أو لا بمعنى الإجابة. بدون شك أن هذه المذكرة أصبحت أمر واقع، صدرت كل دلالاتها بالمعنى القانوني والسياسي أصبحت موجودة. أعتقد ما قبل هذه المذكرة يختلف من الناحية السياسية، قانونيا قضائيا نحن نعرف أن يعني الرئيس السوري وشركائه بهذا الجرم أو بغيرها من الجرائم يعني ولم يحدث سابقا أن سلموا أنفسهم طواعية إلى القضاء للاحتكام له بهذه الاتهامات. المذكرة تقول أن هذا الشخص يتحمل مسؤولية مباشرة عن جريمة ضد الإنسانية، جريمة حرب مروعة، مئات الضحايا فقدوا حياتهم، آلاف المصابين، ونحن نتحدث عن طبيعة خاصة، عن استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين، ونتحدث حتى عن غاز السارين. هذا أمر أصبح حقيقة.
لأي مدى سيردع هذا الموضوع الرئيس السوري، الحكومة السورية؟ حقيقة للأسف الشديد يعني لا يوجد، يعني خليني أقول الموضوع لا يتعلق بالمذكرة، للأسف الشديد أن يعني لا يوجد يعني القيام لا يوجد ضامن، القيام بهذه الجرائم والانتهاكات بحد ذاته هو يعني إشارة إلى أن الاستمرار بالسلطة هو فوق أي اعتبار لدى السلطات السورية. طيب أستاذ مازن، الحكومة السورية لم تعلق على هذه المذكرة، وهي ليست لا نقول الأولى، لكن موضوع توجيه الاتهامات للنظام وإلى بشار باستخدام الأسلحة الكيميائية بعد 2011 هذه ليست الأولى، كلها تم نفيها من خلال وسائل الإعلام، قالوا بأنه الوضع كان فوضى وجرى ما جرى وكانت هناك مجاميع متطرفة ودول كثيرة تكالبت على سوريا وإلى آخره، هذا الكلام معروف. ما المتوقع منهم أن يعلقوا على هكذا مذكرة أم سيكتفون بالصمت؟ يعني هو الأفضل بالنسبة لهم؟ يعني تعودنا أن السلطات السورية حقيقة يعني بتعتمد مبدأ الإنكار حول كل شيء. شفنا بمحكمة العدل الدولية الشهر الماضي كيف أن الحكومة السورية امتنعت ولم تحضر الجلسة الخاصة بقضية التعذيب اللي أثارتها هولندا وكندا. الرئيس السوري نفسه أنكر حقيقة صور قيصر ووجود تعذيب أو قتل خارج إطار القانون في سوريا. فعملية الإنكار، عملية التجاهل ليس أمر طبيعي، وهي استراتيجية يعني مستخدمة من اليوم الأول في سوريا، دائما إنكار لما يحدث، دائما يعني تعليقه إلى المجهول وإلى المؤامرة الخارجية بشكل عام. هذا حقيقة غير مفاجئ، لكن أيضا من غير الممكن أن نتجاوز ما حصل. هناك اتهامات، دائما هناك اتهامات، لكن اليوم هناك قرار قضائي، ويعني خير دليل على هذا الأمر التعليق اللي صدر عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هو أحد أهم الداعمين للنظام في سوريا وللرئيس الأسد. التعليق اللي يعني صدر عن سيرجي لافروف بهذا الخصوص واضح بأن المذكرة لها مفاعيلها، هو لاحظها، هو اضطر أن يجيب حولها، وهو أيضا لم ينفي هذه الاتهامات وقال لا أعرف الأدلة التي استند إليها القضاء الفرنسي بهذا الخصوص، لم أطلع عليها. فبالتالي يعني المذكرة أصبحت أمر واقع، هذا الأمر سيتعامل معه النظام، سيتعامل معه داعموه أعتقد بشكل مختلف. كيف سنرى هذا بالمعنى السياسي؟ هذا الموضوع يعني هو هذا السؤال بالمعنى السياسي. ألا تعتبر أستاذ مازن هذه المذكرة من القضاء الفرنسي تعني المزيد من البعد والابتعاد عن فكرة إعادة النظام السوري إلى المقاعد الدولية وفك الحصار عنه، سواء من قبل أمريكا، من قبل فرنسا، الاتحاد الأوروبي بشكل عام؟ صحيح، هذا واحد من أهم النتائج السياسية. أعتقد أن عملية إعادة التطبيع مع النظام ومع شخص الرئيس بشار الأسد، إعادة إدماجه مرة أخرى بالمجتمع الدولي، أعتقد أن هذه المذكرة تصعب هذا الأمر. سيحضر الرئيس السوري أو وجهت له الدعوة قريبا لحضور مؤتمر المناخ، لكن فعلا يعني هل من الممكن أن يقوم رؤساء دول يحترمون السلطات القضائية، يحترمون يعني القضايا التي تتعلق بالجرائم والانتهاكات الكبرى، أن يصافحوا شخص مطلوب إلى العدالة؟ هل من الممكن أن يكون يعني حضوره على سبيل المثال لا يشكل إحراج لكل من سيلتقي فيه من الزعماء بهذا الخصوص؟ وهل نعتقد أنه لن يكون هناك هو بذاته محرج في ضوء صدور هذه المذكرة قبل بضعة أيام من هذا المؤتمر على سبيل المثال؟ أعتقد أن قضية التطبيع مع الشخص الرئيس السوري، يعني هذه المذكرة تزيد من تعقيدها وتقول بشكل مباشر
أن ما حدث في سوريا من جرائم وانتهاكات سواء من طرف النظام السوري سواء من أطراف أخرى تنظيمات إرهابية أو حتى من فصائل من المعارضة السورية من غير الممكن التعامل معها وكأن شيئا لم يكن. لن يستطيع المجتمع الدولي، لن يستطيع الدول الإقليمية الداعمة لهذا النظام تجاوز قضية العدالة، تجاوز متطلبات فعلا السلام المستدام الحقيقي في سوريا. هناك ضحايا بمئات الآلاف، ملايين المهجرين. لا يعتقد أحد أن مجرد اتفاق سياسي يسمح بتقاسم المصالح بين الأطراف الإقليمية والدولية ممكن أن تعيد شرعنة النظام السوري وخصوصا رأس النظام. هذه المذكرة أظن أنها بغاية الأهمية بهذا المدلول السياسي. ما حصل في سوريا هو مهول، لم يسبق حدوثه يمكن منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي علينا أن نجد حلول يعني واقعية ومنطقية للانتقال السياسي في سوريا ينجم عن هذا الانتقال مسار وطني للعدالة الانتقالية ذكي حساس لما حصل متوازن لا يسمح بانهيار الدولة السورية، يضمن استمراريتها لكن بشكل أساسي يضمن سلامة المجتمع السوري. المجتمع السوري اليوم مجتمع مفكك منقسم تعرض إلى أهوال خلال الـ 12 سنة السابقة مهولة. علينا أن نقدم بدائل تسمح برضا الضحايا من جميع الأطراف. يكون هناك إمكانية لانتقال سياسي سلس وأيضا سلام مستدام في سوريا. ما يتم طرحه الآن في سوريا أشبه ما يكون بوقف لإطلاق النار، وهذا وقف إطلاق النار حتى إن تم بدون أن يكون هناك معالجة للأسباب سيعيد سوريا إلى دوامة العنف مرة أخرى، وستكون هذه المرة دوامة قائمة على الانتقام. لذلك اليوم المجتمع الدولي هذه المذكرة أيضا تطرح هذا السؤال، هل تريدون وقف إطلاق نار مؤقت في سوريا يسمح للمجتمع السوري وللأطراف الفاعلة باستراحة وإعادة تشكيل نفسها من أجل البدء بمعركة أخرى وسلسلة طويلة من العنف، أم تريدون سلام مستدام؟ إذا كان الجواب هو السلام المستدام فحل القضايا الحقوقية، بحث عن وسائل التي تضمن رضا الضحايا من جميع الأطراف. طيب. هذا هو المدخل الحقيقي. طيب. أستاذ وليس التسويات السياسية. إذا تسمح لي تطرقت قبل قليل حضرتك إلى موضوع سيرجي لافروف والرئيس الروسي، هذا يوصلنا إلى نقطة مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وعممت بحق فلاديمير بوتين، لكن ما زال حرا طليقا. صحيح أنه تم التقييد على حركة بوتين، لا يستطيع أن يذهب ويسافر إلى كل الدول بأريحية، خاصة التي لديها موافقة على وداخل ضمن النظام القانوني العالمي المتعلق بهذه المحكمة، لكن بالنهاية هو إلى الآن رئيس روسيا. ألا ترى أنه لو كانت هذه تجدي نفعا المذكرة من قبل محكمة العدل الدولية بحق بوتين ستجدي نفعا مع الأسد؟ يعني حقيقة صحيح، محكمة الجنايات الدولية أصدرت قرار، مدعي عام المحكمة أصدر قرار بتوقيف الرئيس الروسي. يعني احنا لم نقل أن الرئيس السوري سيسلم نفسه أو سيتنازل عن الحكم، هذا لم نقل أن هذه المذكرة ستقود له كما بما يخص الرئيس بوتين، لكن كما أشرتي شكلت إعاقة وشكلت حرج كبير بالمعنى السياسي بالنسبة للرئيس الروسي. رأينا كيف أنه لم يذهب إلى جنوب أفريقيا بسبب هذه المذكرة. بكل الأحوال المقارنة بين يعني الرئيس الروسي وبين الرئيس السوري أعتقد بأنها ليست مجال الآن للطرح، هناك يعني اختلافات مهولة. لا ننسى أن للأسف يعني سوريا والحكومة السورية والمعارضة السورية كلها أصبحت بالنهاية أدوات لقوى إقليمية وخارجية، فهي ليست صاحبة قرار. من غير الممكن مقارنة فعلا روسيا وزنها وحجمها وارتباطاتها بالمجتمع الدولي بنفس الطريقة اللي النظام السوري موجود فيها اليوم. الوضع مختلف تماما، لكن حتى بهذا الشكل مرة أخرى هذه المذكرة تقول بأن هذا الرئيس هو
يوجد ما يكفي من الأدلة القضائية والقانونية على مسؤوليته بهذا الجرم اللي فعلا يعني فاق أي تصور. نحن نتحدث عن استخدام غاز السارين ضد مدنيين، طيب. ليست جريمة عادية وليست قضية يعني ممكن أن تمر هيك وأن تنسى بهذا المعنى. طيب الآن هناك من يقول بأنه من الصعب أن يحاكم بشار الأسد لأسباب سياسية، لأسباب إقليمية، الوضع الآن تغير بعد 2011 عندما كان هو معاقب من كل الدول وعليه قيود كبيرة كشخص وكنظام سوري حاكم بقي على رأس السلطة، فالآن عندما الأمور يعني نوعا ما أصبحت أفضل مع النظام والحكومة السورية، تم تطبيع العلاقات بينه وبين العديد من الدول، فلذلك الأمور الآن تغيرت لصالحه وهو الآن أقوى. يعني حقيقة أبدا يعني رؤيتي معاكسة تماما لهذا الطرح، بمعنى من المعاني أن عملية التطبيع العربية لم تنتج أي تطبيع حقيقي. يعني قضية التقاط الصور يعني هذا موضوع فعلا كثير سنوي بالسياسي. إذا عملية التطبيع لم تنتج إعادة السلطات السورية داخل يعني الحياة السياسية العربية، لم تنعكس حتى على الجيران المقربين. نعلم أنه لم يتم حل أي مشكلة مع الأردن على سبيل المثال، هذا فقط يعني كمثال بسيط جدا على أن مسار هذا التطبيع فشل، والفشل يعني لا يرتبط فعلا بالجهود الجبارة اللي قادتها مجموعة من الدول العربية، وقد تكون فعلا بحسن نية بمحاولة يعني وضع حد لهذا النزيف الذي يحدث في سوريا ومحاولة الوصول إلى حلول. لكن بالنهاية مرة أخرى النظام بحد ذاته لم يعد قادر على الإنتاج حلول، لم يعد قادر على أن يكون شريك عربي وإقليمي ودولي موثوق، لم يعد قادر على فعلا الانخراط بأي مبادرة حتى لو كانت هذه المبادرة لأجل سلامته واستمراره. النظام كتلة واحدة صماء، إما أن يكون هناك انتقال سياسي مرة أخرى مدروس وناضج وغير قائم على يعني الانتقام بالمعنى السياسي، أو أن النظام لا يستطيع أن يقدم أي شيء. طيب اتضحت الصورة، شكرا جزيلا لك المحامي مازن درويش أمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كنت ضيفنا من باريس، تحدثنا معه مشاهدينا الكرام عن مذكرة القبضة التي صدرت عن طريق القضاء الفرنسي بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومجموعة من الضباط الأمين السوريين. شكرا جزيلا لك أستاذ مازن، ولكم مشاهدين الكرام كل التحية، في أمان الله ورعايته.